السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان؟ اش كتعاودوا؟ كي درتوا مع هاد الاجواء؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم البنات، انا عارفه راسي غبرت عليكم بزاف بزاف، المهم غير مع الوقت وصافي وكم عارفين الدنيا والشغالات ديالها، الحمد لله على كل حال. مهم البنات، جيت نصور معكم هذا الفيديو خفيف طريف، روتيني اليومي. نشارك معكم شنو كان دير قبل ما كان بغي نعس. مهم البنات، دابا غنمشي نغسل وجهي. مهم ديجا دي ماكيت وجهي، غنمشي نغسلو ونرجع معكم. وهانتوما معايا تشوفوني شنو غادي ندير. مهم البنات، من بعد ما غسلت وجهي مزيان نرجعت معكم. دابا رطبتو واحد شويه صراحه باش ما هكا لابو ديالنا ما تنشفش. المهم البنات، غادي نوريكم شنو كان الصراحه شنو وليت كندير دابا صراحه. وليت كندير هاد لا كريم هادي ديال هيمالايا، عجبتني. المهم البنات، راه ما غالياش، دايره بحال شكل تفيرون دلافلي صراحه، لقيت عليها راحتي وعجباتني. كتخلي لك كتخلي لابو نقيه وغزاله حتى في يعني الترطيب وهذا. المهم راه كاتبين عليها كريم تفتيح البشره. المهم البنات، انا عجباتني صراحه، وليت كنستعملها تقريبا. هذه هي التوب الثانيه اللي خديت صراحه. القماش ديالها حتى هو كيهضر. المهم البنات، الصراحه انا المقشر ديالو كيهضروا عليه بزاف. القماش صراحه باقي ما خديتوش، حين ديجا عندي بزاف ديال لي برودوي هكا سكراب، قلت من بعد ان شاء الله ناخذو. المهم انا دابا كنستعمل هذا الصراحه، لقيت عليه راحتي عجبني. دابا راه قرب يسالي ان شاء الله، غادي نخرج ونعاود ناخذ شي جوج هكا نخليهم عندي حطيات. مهم كنستعمل هاد لاكريم هكا قبل ما ننعس. صراحة زوينة وريحتها حتى هي زوينة، ما ماشي شي ريحة اللي مزعجة ولا شي حاجة، زوينه حتى لك البنات غزاله الصراحه، زوينه. ومن كنت ملي كديريها كتحسي بوجهك هكا نقي وفيه واحد الاشراقيه، كيعطيك واحد النضاره زوينه. يعني تقدروا ديروا حتى بنهار، يعني هكا في دارك، يعني ما خارج حتى شي بلاصه، ديري غير هو وجاليف، غتي يخلي لك كيخلي لك وجهك نقي، كيبان وجهك زوين. من بعد البنات كندير هذا ديال الفم مرطب، هذا زوين حتى هو. كنت كندير هذا حتى هو مره كنديرو ديال الزعفران الحر، هو يغدي ويرطب زوين وريحتو زوين بحال هكا. حتى هو رطب زوين مرطب ديال الشفايف، كنرطب هكا الشفايف ديالي. صراحة البنات زوين. انا كندير داك ديال عكر ديال 24 ساعة، كنديرو كنعمر فمي مزيان مزيان. عاد كنمشي نغسل وجهي، ملي كنغسل وجهي كيبقى لك فمك كيبقاو شفايفك هكا غوز زوينين.
ابخي كان منين كنسالي وكنرطب وجهي وهاد كندير هاد المرطب ديال الشفايف وهذا ديال تحت كنديرو تحت تحت العيون ديالي لي سيرن كندير شويه في لي سيرن المهم هذا كنديرو كنديرو تحت عينيا المهم البنات ماشي ضروري تكون عندك شي حاجة يعني ماشي ضروري تاخدي شي حاجة ماركة باش زعما تهلاي ايام الا كانوا عندنا شي مشكل واحد ياخد شي حاجة ماركة وهذا يتهلا في البشرة ديالو ولكن اللي ما البنات اللي ما عندهمش هذا راه الاناقة في البساطة يعني تقدري تاخدي شي حاجة بسيطة وتفرحي بها راسك تهلاي في راسك يعني من تهلاي في راسك من والو كيف ما تنقولو يعني من والو تهلاي في راسك كاينين هكا دي برودوي زوينين ورخاص يعني غير الواحد ضروري يرطب ايديه قبل ما ينعس ضروري يرطب وجهه شعرك يعني بزاف يعني كاينين بزاف كيف ما قلت لكم بزاف ديال الحوايج اللي رخاص ومن والو تهلاي في راسك من والو يعني الواحد ماشي ضال هكا في الكوزينه وتماره كيف ما قلت لكم البنات الكوزينه وهذا يعني راه الكوزينه كندخلوا الكوزينه كنغسلوا المعان جافيل صابون كيخسر لينا يدينا صراحه يعني ما فيها باس نرطبوا نتهلاو في راسنا يعني دائما كريم يكون عندك غير كريم غير كريم نيفيا راه نيفيا حتى هي رخيصه وزوينه يعني راه صراحه هي مرطب غزال نيفيا حتى هي كاينين بزاف ديال لي كريم هكا يعني كاينين بزاف رخاص الواحد يشري ويتهلا في راسو الواحد ما يهملش راسو كذلك بالنسبه للوجه كيف ما قلت لكم هذا كاينه حتى غير ديك سميتها هي كاع مشات لي سميتها غير اوديك اللي بحال هانيت بحال هاد هيمالايا سميتها قلت لكم دابا عاد بلا مشطره انا تفكرت سميتها عاودت مشات لي عاد بلا مشطره فيروند لافلي حتى هي راه زوينه والله الا كنت كنديرها حتى هي شي ايام صراحه كتعجبني حتى هي غزاله كديريها بالنهار بالليل ترطبي بها وكتكون هي صاشيه يقد هكا بخمسة دراهم يعني الواحد غير يغيض شوفوا غير بنادم يدير ما ينساش راسو مهم نرطب غير من شي حاجه قليله نتهلا في راسي ونفرح حتى انا راسي المهم البنات راه الواحد الا صراحه بعض المرات كنهملوا راسنا كنت تلقاو راسنا غاديين ماشي في طريق مزيانه صراحه الانسان يتهلا في راسو قد ما تهلاتي في راسك قد ما بقيتي عاطيه وشوف غير وريضه عندك نبته في الدار الا كنتي كتسقيها راه كتفتح وكتزيان وكتعطيك واحد الاشراقه واحد الرويحه في الدار يعني ما بالك راه الورده يعني وريضه ولا نبته راه بحال المراه يعني تماما تنتي الا طلعتي في راسك راه غتبقاي ديما زوينه وديما مشرقه وديما كتباني بعدا لنفسك تشوفي راسك زوينه المهم البنات دابا درت كيف انا طولت عليكم بالهضره سمحوا لي المهم سالينا هذاك ديال المهم درت تحت عينيا عندي هذا ديال اليدين كريم سمحوا لي حيت كنصور غير بيد وكان ندير بيد هذا حتى هو زوين وحتى تندير حتى عندي بزاف الصراحه غير دابا بغيت غير نبسط لكم يعني شي حاجه راه الانسان يقدر يتهلا في راسو بشي حاجه بسيطه المهم البنات دابا غادي ندوزو للرجيلات ضروري حتى هما ما نساوهمش
رجيلاتنا حتى هما. ودابا هكا سالينا من الرجيلات، صراحة واحد الإحساس زوين البنات فاش كتكونو دهنين سيرتو الرجلين هكا تا هما راه منهملوهمش ضروريين البنات، راه الرجلين حتى هما مهمين ما تهملوهمش. هكا ندهنوهم شويه مزيان باش هكا الرجلين تيبقاو رطبين وما تيخسروش لينا. والبنات حتى فازلين حتى هي كنديرها زوينه، غير هكا اللي ما كيقدرش على فازلين كتجيه كتلصق ثقيله، يقدر يدير اي كريم، مي فازلين راه غزاله غزاله، وسيرتو منين كنكونو كنحكو رجلينا. دابا البنات دهنت شعري، غندير دابا هذا. صراحه البنات شي حاجه اللي واعره، هاد العود خطير، ريحتو غزاله غزاله، ما كنستغناش عليه الصراحه، ضروري باش نبغي الناس. واخا ندير غير هذا، المهم ضروري خصني نديرو صافي، غير شويه غير هكا، غير تخليو حتى تيتقطر مزيان، وكديرو غير بداك العود هكا تحت ودنيكم. الله ني واعر 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 البنات، ماشي داك العود الخايب القاصح، حتى انا ريحه العود، كاين الناس بزاف الناس ما كتعجبهمش ريحه العود، مي انا هاد العود هذا الصراحه واعر 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 بزاف، يعني زعما غنبقى نهضر ليكم. عرفتي البنات هذا غزال، تيسالي ليا، عرفتي كنت جبت معايا فاش كنت ديك الساعه في السعوديه، جبت معايا بزاف ولحد الان باقي كيسالي، وكنطلب صحاباتي من تما ولا شي حد لا كان جاي هكا ولا ضروري ما يصيفط ليا منه، حيتاش خطير ما كنقدرش نستغنى عليه، غزال هذا شريك حياتي. هذا العود هذا غزال. دابا غندوزو للعطر، مهم البنات هذا هو روتيني اليومي، هو هذا روتيني اليومي البسيط جدا بسيط. روتيني يعني الليلي دائما ضروري ضروري ضروري، ما يعني انسان يجي يكون برا ولا خدام ولا في الدار، ضروري تبغي تنعسي ضروري البنات، تنقيو حالتكم، دوش هكا خفيف ظريف، رجيلاتكم يكونوا يعني سواء متزوجه ولا ما متزوجاش، البنات خص هذا تكون فيكم قاعده. انا الصراحه راه فيا قاعده، يعني قبل ما نتزوج وانا هكا تنعيش ضروري، درجة ماما كانت تقول لي راه غيجيو لك، كنبقى ندهن وندير ونرش الريحة ضروري وندهن لي كريم، بحال تقول لي ما عرفت شنو، تقول لي ما تبقايش ديري داك الشيء بالليل راه غادي الشياطين وهذا داك الشيء، ما والو انا داك الشيء اللي فيا فيا، يعني نشوف راسي قبل كل شيء، دائما نكون أنانية مع راسي ماشي مع الناس، يعني نكون دائما أنانية، دائما نحب راسي ونتهلا في راسي ونعطي لراسي. مهم البنات أنا راه طولت عليكم فيديو بزاف، سمحوا لي. مهم بغيت نوصل لكم بأن يعني المرأة تهلا في راسها من والو، كيف ما قلت لكم غير كما كانوا كيديروا زمان، غير كحيلة وسويكة وعكيرة
وهكا حليب عادي ندهنو اليديه ونوض الصباح وندهن كاع لوجهي، لا ما عندي والو ما عندي والو، المهم غير حليبه غير حلي هكا حليب ندهن بيه، ندهن يديا ندهن رجليا ندهن وجهي، غير المهم نوض الصباح نغسل بصويبينا هكا نغسل وجهي باش ما يتعرضش عرفتو راه الحليب وهذا داكشي كيحرق مع الشمس، المهم نغسل وجهي بصويبينا وصافي، المهم نتهلا في راسي بوالو من والو، نتهلا في راسي وصافي ما نهملش راسي. المهم هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم احبابات ديالي، وسمحوا لي الا طولت عليكم بالهضره، والله الا راه غير يعني كنبغي صراحه، انا كيعجبني نشوف كاع النساء، كيعجبني نشوف كاع النساء زوينات، يعني المراه ما كايناش شي مراه على فوق الكره الارضيه خايبه، غير اللي بغات هي تخيب راسها وهي تهمل راسها. احنا الحمد لله دائما وقفي شوفي في المرايا وقولي انا اجمل مراه واجمل وحده وأحسن. المهم غير اللي بغات تهمل راسها وصافي، راه شوفوا المشاكل ديال الدنيا وحتى شي حاجه ما كتسالي، كل شيء غيبقى هنا. الحمد لله الانسان ما ينساش راسو، راه كل شيء فايت، راه لا جينا نبقاو كنحفروا وكان المشاكل وهذا، راه ما غاديش تسالي لراسك وما غاديش تسالي، غتبقاي ديما تابعه هموم الدنيا، راه ما كيساليوش. الانسان يرجع شويه يرجع لنفسه يتهلا في راسو، وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم الحبابات ديالي، وسمحوا لي سمحوا لي الا طولت عليكم، وبغيت نقول لكم هنا كيسالي لا فيديو ديالي، وكنحماق عليكم كنبوسكم بوسه كبيره، وتهلاو ليا في راسكم ما تنساوش ليا راسكم. اللي بغات تقاد كاع تجي عندي انا نقاد ليها، اللي بغات تصبغ اللي بغات دير اي حاجه مرحبا والف مرحبا، وتهلاو ليا بحال هكا تا هو رطب زوين مرطب ديال الشفايف، كنرطب هكا الشفايف ديالي. الحبابات ديالي مرحبا بكم، والناس ديال مراكش مرحبا بكم، اللي بغات دير شي حاجه والله الا على راسي وعينيا، اللي بغات تصبغ اللي بغات مانيكور اي حاجه والله الا مرحبا بكم بحال اختكم. المهم البنات هنا كيصالي لا فيديو ديالي، سمحوا لي كنقول لكم كيصالي وكنعاود نرجع معكم ما سخيتش بكم. المهم الحبابات ديالي نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، وسمحوا لي بزاف الا كنطول عليكم، وتهلاو ليا فراسكم كنبغيكم بزاف، باي باي.